أن المبيت ليلة بمنى، أو الوقوف ساعة بعرفة، أو المشاركة في ليلة مزدلفة، أو المزاحمة عند الجمرات، أو الطواف بالبيت وسفك العبرات. يتمنى هذه المواطن حيث تسير العبرات وتنزل الرحمات وتقال العثرات وتستجاب الدعوات. سقى الله تلك الربا والبطاح، هذه الخيف وهاتيك منى. السلام عليكم، هذا هو طريق جديد، طريق الميناء في القايد. الميناء هذا هو ما شاء الله، شوفوا معنا. طقطق أيها الحادي بنا، واحبس الركب علينا ساعة، نندب الربع ونبكي الدمنا، فلذا الموقف أعددنا البكاء، ولذا اليوم الدموع تبتنا. ما على حادي المطايا لو ترفق، ريثما أسكب دمعي ثم أعنق. هذه الدار التي يعرفها بالهوى من أهله من كان أشوق. ولا زالت المواكب تتدفق بالحجيج من كل فج عميق. ما أجمل أصوات التلبية تعج بها الطائرات في الأجواء، والمواخر في عباب البحار، والمراكب التي تلتهم الطريق وتغذ السير. آمين البيت الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجهة واحدة وهدف واحد، كلهم مستجيبون، ثم في حرم الله يلتقون. إنها قوافل الإيمان ورحلة الحياة إلى ما هو الأفئدة ورمز الإسلام وقبلة المسلمين. عباد الله، حجاج بيته الحرام، إن منزلة الحج عند الله عظيمة، ومكانته من الدين كبيرة، أوجبه الله بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما فضله فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. إنه تجارة الدنيا والآخرة وربح الدارين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. هذا مع مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد والبخاري في التاريخ بسند صحيح، أي صلاة 54 سنة. فهل يلام في هوى الحرم بعد ذاك أحد؟ ناهيك عن مواقف الرحمة في عرفات، والازدلاف عند المشعر الحرام، والتقلب في فجاج منى، والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وكل ذلك من مواطن الرحمة وإجابة الدعاء. أما عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: إنهم يريدون رحمة ربهم وجنته، يريدون مغفرة ذنوبهم والعتق من النار، جاءوا من أقراص الدنيا وأطراف الأرض، تركوا أهلهم وأوطانهم، وأنفقوا كل ما يستطيعون للوصول إلى هذه الأماكن الشريفة، في وقت ترى فيه بعض الموسرين القادرين يتكاسلون عن أداء فريضة الإسلام. هاي المناظر ما شاء الله، شوف ظهرنا لفوق غار الميريديان. Thank you.
هذوك البواخر ينتظروا الدور تاعهم باش يفرغوا السلع تاعهم. صل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد مجيد قبيض بسيط حكيم عادل كلما شفعل ظاهر باطن حافظ رافع سميع عالم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما له شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا يلا افعل بنا كلما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى واسألك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو والعفو ثم حسن العمل
واسألك غاديا ماديا كلما لج فيه الرعد حل فينا الوجل. وادق صادق غادق ضاحك باكيا كلما ضاحك مزنها طل. المحث المرث المحن المرن هاميا ساميا آنيا متصل. به يحط الحصى بالوطى من على من حيني بالرفا والغثى بالشلل. أسألك بعد ذا عارض صايح كنا به صدق مثل جمال الوجود بذكر الإله وتوصيل.